شو عجبك؟ أهلين حسن، يعطيك العافية. الله يعافيكي. حسن، أها. بدي أسألك سؤال. تفضلي. سواقة التراكتور صعبة شي؟ لا مو صعبة أبدا، أهي من سواقة السيارة. بس ليش عم تسألي؟ يعني ممكن أتعلم عليه وسوقه بسرعة؟ شو بيظهر بدك تضاربي علي وتقطعي برزقي؟ لا أبدا، بس حبيت أخذ فكرة. يا ستي انت ما بيصعب عليك شيء، واذا بدك تتعلمي انا خلال اسبوع بخليك تسوي احسن مني. اذا منبلش بكره باول درس. بتأمري ست زهره؟ على عيني. تعرفي زهره، هالتراكتور ريحنا طبيعي، لولا كنتوا عم تشتغلوا من الصبح للمساء وما تخلصوا شغلكم. يا ستي الفضل إليك وللمهندس عزيز. كل الفضل للمهندس عزيز، انا مالي اي فضل ابدا. لولا انك فهمانه مثله ما كنتي وافقتي. اخوك ابو احمد ما كان بده هالالات، بس انتي وافقتي وامك اجت معكم فانجبر يوافق. شو وينه ابو احمد؟ مثل عادته، الا ما ينام شوي بعد الغداء. عم اقول لحالي شلون احسنتي تطلعي من البيت لوحدك. عم تراقبني؟ بيظهر ابو احمد طلب منك تراقبني؟ اعوذ بالله، انا راقبك؟ بالعكس، انا بحترمك وبعزك وبعتبرك مثل اختي تمام. وانا كمان بعزك وبحترمك لانه اخلاقك منيحه وشغيلي منيح. انا مستغرب ليش ابو احمد عم يقسى عليك هيك، مع انه عليم الله مالك مثيل بكل هالديره. معلش، الا ما يجي يوم ويعرف حاله انه كان غلطان معي. شو اتفقنا مشان بكره؟ مثل ما بتأمري ست زهرة، انا بالخدمه. طيب يعطيك العافيه. الله يعافيكي، مع السلامه. على العافية حسون. الله يعافيك. الله يهنيك يا عمي، والله اللي صحح لك مو صحح لحدا. شو بتقصد ولا؟ دخلك ما بدبرنا شي شغلة عنكم لحتى نكون قراب من ست الحسن؟ بلا قلة حياة، ضب لسانك واطلع من البستان أحسن لك. شو بلشنا غاد؟ قلت لك ضب لسانك احسن ما اقصر لك ياها. ليش اخي شو حكينا؟ كل هالحكي وما حكيت شي. والله اذا بشوفك بهالبستان والله لا ابرك فيه. لك يخرب بيت قلبكن، كفوا بلاكن على البنت بقى، كفوا بلاكن.